خلينا كمان يعني نتطرق لمسألة كل الناس قلقانة منها وكل الناس بتسمع عنها، وهي جدري القرود. احنا يعني لسه العالم ما تخلصش من وباء كورونا، لسه ما عرفناش نهاية لهذا الوباء، وابتدينا نسمع وكلنا أكيد قلقانين وكلنا عايزين نطمن على مسألة جدري القرود. هو إيه الموضوع؟ يعني هل هو وباء؟ طيب حالته الوبائية عاملة إزاي؟ زي كورونا انتشاره عامل إزاي؟ بنسمع طبعا أخبار وبنقرأ كتير عن جدري القرود، وطبعا يعني هو منتشر في أوروبا وأمريكا يمكن وفي أماكن تانية، تم رصد يعني الحالات ابتدت تزيد، وده اللي قلق الناس. إحنا عايزين نسمع من المسؤولين، إحنا هنا في مصر أخبارنا إيه؟ دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، مساء الخير على حضرتك يا فندم، برحب بيك في التاسعة. ويعني استأذنك لو نطمن الناس على مسألة جدري القرود، لأنه ده بيشغل بال المصريين، أنت عارف يعني الصحة بتيجي في الأولوية الأولى بالنسبة للجميع. مساء الخير أستاذ هدير، تحياتي لحضرتك يا فندم ولمشاهدي حضرتك الكرام. أهلا بيك. زي ما حضرتك ذكرتي تحديدا، أنه فعلا بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مرض جدري القردة أصبح طارئة تستدعي الاهتمام العالمي، ده خلق نوع من القلق عند المواطنين. هي مهم جدا أن احنا نقول أن منظمة الصحة العالمية أعلنت قبل كده 7 طوارئ تحتاج إلى اهتمام دولي، مفيش منها جوائح غير 2، الكوفيد 19 وانفلونزا الطيور. وبالتالي فلا يعني ابدا اعلان مرض ما انه طارئ طبي يحتاج اهتمام عالمي الا انه سيتحول الى وباء وجائحه وينتشر بشكل كبير. ولكن اذا ماذا يعني يا دكتور؟ يعني ان هناك حاله تستدعي الاهتمام، فبالنسبه لجدري القرود هناك حالة تستدعي توحيد الجهود الدولية، تستدعي سرعة التحرك، تستدعي أن يكون هناك دعم تمويلي أكثر للأبحاث والدراسات المتعلقة بهذا المرض، تسريع وتيرة توزيع الدواء، عدالة الدواء، لأنه برضه من المهم أن يكون في عدالة في توزيع اللقاحات والدواءات والدواء على الدول اللي فيها إصابات بقطع النظر هي غنية أو فقيرة. فالوضع بالنسبة لجدري القرود داخل مصر الحمد لله لما تثبت إيجابية أو تأكيد إيجابية أي حالة مصابة في مصر الحمد لله حتى هذه اللحظة، إحنا في المجموعة الأولى وفق تصنيفات منظمة الصحة العالمية وهي الدول التي لم يحدث فيها إصابات، احنا دي مصر وهي مصنفه المجموعه الاولى الدول التي ليس بها اصابات او التي مضى على اخر اكتشاف اصابه 21 يوم. طيب دكتور معلش عايز اتوقف مع حضرتك هنا، احنا اليات الكشف موجوده عندنا والاطقم الطبيه مدربه على الكشف على يعني جدري القرود. يعني كنت انا هقول لحضرتك انه التوصيات التي اوصت بها منظمه الصحه العالميه لدول المجموعه الاولى هي رفع معدلات ومستوى الترصد، وده احنا عملناه فعلا منذ ان اعلنت المنظمه تزايد الاصابات في اوروبا، وجود اليات وكواشف التشخيص وهي الحمد لله متوفره عندنا منذ فتره، ويمكن منذ ايام برضو وصل عندنا كميات اضافيه لكواشف سريعه الحمد لله بارقام كبيره اكثر من 2500 كاشف. الادويه موجوده، تم منذ اكثر من شهرين إصدار دليل إرشادي للتشخيص والاشتباه والعلاج والإحالة، وتم تدريب الفرق الطبية عليه، ومش بس كده، ده احنا يعني لسه كان السيد رئيس قطاع الطب الوقائي بيعرض على معالي الوزير انه تم عمل اختبارات في آلية الاكتشاف المبكر لمجموعة كبيرة من السادة الزملاء في المحافظات والحمد لله. فمن حيث التدريب والإرشادات والتوجيهات تم الحمد لله عمل ذلك، الكواشف والأدوية موجودة، الدولة ووزارة الصحة رفعت مستوى الاشتباه والترصد في المنافذ سواء كانت برية أو بحرية أو جوية. فنحن الحقيقة مصر ملتزمة من قبل حتى أن تعلن منظمة الصحة العالمية الحالة طارئة تستدعي الاهتمام بكل الإجراءات المرتبطة بهذه الجائحة. المهم برضو أن الناس تعرفوا أنه جدري القرود ليس مرضا ينتقل بشكل سريع او بسيط، هو بيحتاج الى اختلاط لصيق جدا، الى تلامس، الى نوع من انواع
القرب الشديد ما بين المصاب اللي في الغالب بيبقى ظهرت عليه الاعراض من خلال البثور، لانه دي المرحله اللي بيبقى معدي فيها اللي هو الطفح الجلدي والبثور. ايه الفرق يا دكتور ما بين البثور العاديه اللي هي بتاعت الجدري العادي اللي احنا عارفينه وما بين البثور بتاعت جردي؟ لا هو الحمد لله دلوقتي احنا ما فيش جدري عادي، الجدري منتهي منمط، لكن حضرتك تقصدي الجدري المائي. لا انا اقصد انه الناس يعني اي حد هيحصل له حاله زي دي هيفتكر نفسه عنده جدري قرود. الجدري المائي البثور لا يصاحبها، دي اشهر حاجه، تضخم في الغدد الليمفاويه. جدري القرود بيصاحبه تضخم في الغدد الليمفاويه، لكن احنا بنقول ببساطه كده ان اللي عنده اي نوع من انواع التشككات يروح يكشف على طول في مستشفى الحميات وهيتم تشخيصه في الحال يعني ان شاء الله. وكل ما حضرتك كمان ذكرته يا دكتور حسام بيعكس جاهزيه المستشفيات المصريه والاطقم الطبيه المصريه لاي حاله طوارئ. دي حقيقة صحيح. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة.